سبحان الله. ايه شيء تحفه تحفه. بتشتغل؟ طيب اشتغل يا حبيبي اشتغل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، أنا أحمد عاطف ودي قناتكم القاموس الإنجليزي لتعليم اللغة الإنجليزية. ما أنت يا إبراهيم أنت جاي تندهش هنا ولا إيه؟ لا إحنا بننام بدري وأبويا عنده شغل الصبح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، معكم أحمد عاطف ودي قناتكم القاموس الإنجليزي لتعليم اللغة الإنجليزية. إن شاء الله فيديو النهاردة هو الفيديو الثالث من سلسلة أهم المفردات الخاصة بالصف الثالث الثانوي. طبعا للناس اللي بتتفرج علينا أول مرة، إحنا عاملين سلسلة خاصة بالمفردات اللغوية فقط، وإن شاء الله المرحلة الجاية هنعمل فيديوهات خاصة بشرح القواعد، وإن شاء الله دي هتكون على السبورة بحيث أحطك في طبعا جو الفصل وجو الحصة ويبقى فيه تفاعل أكتر ونقدر نعبر عن المعلومات اللي احنا عايزين نقولها. في كل فيديو بنعمله بنشرح فيه أهم المفردات اللغوية الخاصة بالوحدة، وطبعا بيكون مرفق معاه ملف PDF خاص بأهم الكلمات الخاصة بالوحدة، وبنقدر من خلال الملف ده نشرح فيه الكلمات والمفردات اللي احنا مش وضحناها في الفيديو الشرح. فأتمنى الناس تركز معايا، معاك قلم بتاعك كشكولك تركيزك معايا، يلا بينا نبدأ. بسرعة. بتهزر يا ابني، هي زريبة يا حبيبي، هي زريبة دي. اول كلمه معانا هي كلمه appreciate، وappreciate هنا ممكن استخدمها كفعل زي ما احنا شايفين على الشاشه، يقدر او يثمن. استنى يا عم 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 في حد هربان يا ابني فلك استنى يا عم 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 بس 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 يا عم الله يرضى علينا وعليك. ساعة ونص استنى يا عم الواحة كلها ما فيهاش استنى يا عم ما فيش شادي او نادي او عايدة. هات يلا جاهزين يلا نبدأ شرح مفردات الوحدة الثالثة بأول كلمة معنا، وهي كلمة مهمة جدا، هي كلمة appreciate. appreciate وهي ممكن استخدمها كفعل معنى يثمن او يقدر، وطبعا المثال اللي اديه لحضراتكم ده هيوضح المعنى بشكل كبير. فالمثال بيقول I appreciate your efforts for social reform، يعني أنا بقدر المجهودات بتاعتك نظير طبعا للإصلاح الاجتماعي. زي ما احنا شايفين الفعل appreciate معناه يثمن أو يقدر، أنا بقدر مجهوداتك مقابل الإصلاح الاجتماعي اللي انت بتنفذه. ولازم أنا لما يجي لي سؤال عن النقطة ديت أحدد الأول، لو الراجل جايب لي البارت اوف سبيتش يعني الكلمه دي ومشتقاتها لازم اعرف امتى اختار الفعل. طبعا الفعل بيجي بعد الفعل، النقطه ديت قديمه شويه. يلا بينا نخش على المشتق اللي جاي من appreciate. لو عايز اجيب الاسم منها فبقول appreciation. appreciation they have little appreciation of the arts. المثال هنا انا جبت appreciation هنا كاسم ومعناها تقدير او تثمين، يعني هم عندهم تقدير بسيط فيما يخص مجال الفنون. مثال كمان لما اقول this course helped me to gain a deeper appreciation of what scientific research involves، يعني الكورس ده بيساعدني ان انا اقدر واسمن طبعا دور البحث العلمي وما يشتمل عليه. زي ما احنا شايفين في الامثله يا شباب احنا استخدمنا appreciation هنا كاسم معناه تثمين او تقدير لشيء معين، يبقى خدنا من حاجه appreciate كفعل وappreciation كاسم. ولما نيجي نجيب الصفة منها اللي هي appreciative، وappreciative معناها مثمن ومقدر لمجهود معين او لشيء معين، ف
فلما أقول the company was appreciative of my efforts يعني الشركة مقدرة لمجهودي. وزي ما احنا ملاحظين هنا appreciative يا شباب جاي بعدها حرف جر of وجاي بعدها الاسم وهكذا. طبعا والصفة مش محتاج اذكركم ان الصفة بتيجي بالاخص بعد verb to be زي ما احنا شايفين the company was, وهنا verb to be هنا was, فبطبيعة الحال بجيب الصفة. طبعا والظرف منها appreciatively مجرد بس هنحط لها في الاخر اللي واي حولناها لظرف, وبتوصف اي فعل اخر غير verb to be واي افعال اللي بطبيعتها بيجي بعديها صفة. فحباب قلبي الناس بتتفرج علينا لازم تكون انت مقدر لمجهود المدرس اللي بيشرح لك وتعب بتاعك انت شخصيا وتعب ولي امرك عشان تقدر توصل لهدفك ان شاء الله. You must be appreciative of your teacher efforts. You must be appreciative of your efforts. You must be appreciative of your parents efforts. لازم تكون مقدر لمجهودات مدرسك, مجهودات نفسك, مجهودات والديك عشان تقدر توصل لهدفك ان شاء الله. المصطلح الثاني معانا في الحلقة النهاردة هو phrasal verb, هو argue زي ما احنا شايفين على الشاشة كده argue. argue ده هناخد ليه معاني مختلفة طبقا لحرف الجر اللي بيجي معاه. فتعالوا مع بعض ناخد argue لما يجي معاه for. argue for معناها يناضل ويجادل من اجل او في سبيل او في صالح شيء. فلما اقول مثلا دكتورة عائشة argued for women's rights, يعني دكتورة عائشة ناضلت في سبيل تحقيق حقوق المرأة. لما ناخد حرف جر مختلف مع argue وهي against وهي عكس كلمة argue for, argue against معناها يناضل ضد وعكس الاتجاه. فلما اقول مثلا سالي argued against the rise of prices, يعني سالي بتناضل ضد ارتفاع الأسعار. لما نيجي بقى نحط حرف جر اللي هو with مع argue وتبقى argue with. ولما اقول مثلا I don't want to argue with you just do it, يعني انا مش عايز اتجادل معاك في حوارات. وهنا زي ما احنا شايفين with بيجي معها الشخص يجادل ويناقش, شخص بيجي معها الشخص ومعناها يناقش مع شخص شيء معين. زي ما اقول برضو مثلا ما اقول شيماء always argued with her mother, يعني شيماء دايما بتجادل مع والدتها في اشياء ايا كانت الاشياء دي. فارجو وذ يا شباب بيجي بعديها الشخص. يبقى تعالوا كده argue for بيناضل او في سبيل شيء معين, argue against ضد حاجه, argue with بيجي بعدها الشخص اللي انا بتجادل معاه. argue about لما يجي معاها about او معاها over, about او over بيجي بعديها الشيء او الموضوع اللي انا بتناقش عنه. يعني مثلا لما اقول I and my father are arguing about education, يعني انا ووالدي بنتناقش فيما يخص موضوع التعليم. لما ناخد مثال كمان اقول I and my brother are arguing over who would clean the house, يعني انا واخويا بنتناقش فيما يخص مين اللي هينظف البيت. وزي ما احنا ملاحظين about هنا بيجي بعديها الموضوع عام شوية, وover بيجي موضوع بعديها الموضوع مخصص شوية او مشكلة معينة من حاجة عامة. واخدين بالكم؟ فارجو about تعليم بشكل عام, over يعني مهمة معينة او موقف معين يا شباب, ولكن هما الاثنين بيجي بعديهم الموضوع اللي انا بتناقش عنه. لما نيجي بقى نجيب الاسم منها اللي هي argument. argument يا شباب يعني جدال, وممكن يجي معها الفعل have. have an argument يعني يقوم بجدال with مع شخص معين, وزي ما احنا اتفقنا حروف الجر دي ممكن تيجي برضو مع الاسم. تعالوا بينا ننتقل على المصطلح الاخير معنا في حلقة النهاردة وهو impression. impression هنا معناها انطباع. طبعا زي ما احنا نقول في المثل انطباع الاول يدوم, ولازم تسيب انطباع كويس عند المكان او في المكان اللي انت شغال فيه. فلا على سبيل المثال لما اقول لك try to give the impression of proficiency before your boss, يعني حاول تسيب انطباع الاتقان والاخلاص امام المدير بتاعك في الشغل. before هنا معناها قبل, امام يعني امام او قدام المدير بتاعك. مثال كمان معانا النهارده ما اقول لك to create the right impression I suggest you have self confidence, عشان تكون عندك
انطباع كويس لازم يكون عندك ثقة بالنفس، ودي مهمة جدا. فهنا impression زي ما احنا ملاحظين بنستخدمها كاسم، نستخدمها شباب ايه كاسم، impression معناها انطباع. مش اخسارة فيكم كمان مثال، انا مثلا اقول I had the impression that this project will be a success، انا عندي انطباع ان هذا المشروع ان شاء الله هيكون مصدر نجاح. لو سألت حد قلت له طب الفعل من impression ايه؟ الفعل من impression يا شباب هو impress، ومعناها يترك انطباع كويس او يبهر الشخص اللي قدامه. يعني لو حد مثلا مش قابلته من زمان واكيد هو ناسي اسم دلوقتي، فاقول له it impressed me that you remembered my name، يعني انت ابهرتيني لما افتكرت اسمي. شايفين في المثال؟ مثال كمان لما اقول لك Sarah impressed her manager with sincerity، يعني سارة ترك انطباع كويس عند المدير بتاعها من خلال اخلاصها في الشغل. زي ما احنا ملاحظين هنا استخدمنا impress as a verb كفعل معناه يبهر او يترك انطباعا جيدا. صلى على النبي حبيب قلبي. لما نيجي بقى نتكلم عن الصفة من المصطلح ده، الاقي عندي صفتين مهمين جدا ركزوا فيهم جدا. صفة اللي هي impressed زي ما احنا شايفين على الشاشة، impressed اخرها اي دي بتنتهي بالاي دي، ومعناه يشعر بانطباع كويس تجاه شيء، وهنا بتوصف في الغالب مشاعر الانسان. فلما اقول مثلا I'm impressed by his essay، انا منبهر من المقال بتاعه، او مثلا اقول I'm impressed with her painting، انا منبهر بالرسمه بتاعتها. زي احنا ملاحظين هنا impressed هنا يا شباب صفه بتوصف شعوري، شعوري الانبهار والانطباع الجيد اللي عندي، ويجي حرفين جر هنا باي ويز، عادي ممكن يجي باي ممكن يجي ويز، ويجي بعدها المصدر الانبهار او مصدر الاعجاب. والعكس من impressed هي unimpressed، بنحط بس prefix اللي هو ال UN قبل impressed، ومعناه هنا لا يترك تأثيرا او لا يشعر بأي انبهار خالص تجاه الشيء المعين ده، ولا الهوى زي ما بنقول كده بالعامية بتاعت. الصفة بقى معانا التانية هي impressive. impressive هنا شباب بقى وهي بتوصف مصدر الشعور بالانبهار، وهنا ممكن نديها معنى يعني اقول ايه مبهر او مثير للاعجاب او حاجة كده فاتنة. فلو انا بتفرج مثلا على مسرحية وعايز اقول مثلا الاداء بتاعهم ده مبهر، فاقول their performance was impressive، يعني الاداء بتاعهم كان مبهر. خد كمان مثال the scenery to the north of the lake is impressive، يعني المناظر الطبيعية اللي هي على شمال البحيرة كانت مبهرة ومثيرة للاعجاب. وممكن برضو احد الامثلة المشهورة لما اقول مثلا الشخص ده كان مثير للاعجاب في المقابلة الشخصية، فاقول مثلا شيماء was impressive in the interview، يعني كانت مبهرة أثناء المقابلة الشخصية. طبعا impressive الظرف منها impressively يعني بشكل مثير للإعجاب. لما أقول مثلا محمد did the project impressively أو محمد impressively did the project، سواء هتيجي بعد الفعل أو قبل الفعل، والشكل هنا زي ما احنا شايفين impressively ظرف، وبتيجي مع اي فعل غير الافعال اللي بيتبعها صفه زي ما احنا شايفين في المثال ده. كان اخر مثال معانا النهارده، اتمنى الناس تكون فهمت الملاحظات الثلاثه دولي، ودول اهم ملاحظات. طبعا اكيد في كلمات واكيد في ملاحظات تانية ان شاء الله هنقولها في الفيديو القادم، هو فيديو خاص بحل الملف البي دي اف ان شاء الله اللي هسيبه لكم في الوصف تحت. اتمنى الناس تطبق طبعا النصائح اللي بنقولها في الفيديو، وتحاول تذاكر الجزء ده كويس. واتمنى الناس طبعا ما تنساش تشير الفيديو عشان اكبر عدد تستفاد منه، وطبعا اللايك عشان يوصل لاكبر عدد من المتابعين. والى لقاء اخر، see you next time.